أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الجنة درجات وما أنواعها؟ حيث إنه ورد في القرآن جنات الفردوس وجنات النعيم. نعم، الجنة درجات أعدها الله للمؤمنين. في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وأعلى الجنة هو الفردوس، هو الفردوس، قال صلى الله عليه وسلم: هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. نعم.